وأولى فقرتنا لليوم رح نروح لنحكي ضمن فقرتنا عن ظاهرة خلينا نقول منتشرة يا ليلى عند كل الأمهات وهي للأسف. معاناة الأهالي وهي العناد عند الأطفال. يمكن كلياتنا مرقنا بهي المرحلة بجزئية ما من حياتنا، بعضنا قدر يتخلص منها ويروح للشيء الإيجابي والبعض الآخر بقي لهذا الوقت متشبث برأيه. هذه الظاهرة هي خلينا نقول ظاهرة عدوانية بتسبب الإحراج للأهل بمواقف كتير كبيرة، طبعا إلى أسباب وإلى دوافع، ما في شيء بيجي من عبث. ودائما بنقول الأهل هن المقياس الأول لحياة الطفل، وهن مثل ما بنقول للطفل السفنجة، مثل ما بنعلمه مثل ما بنربيه. وأهل الأول قالوا ابنك مثل ما ربيتي. اليوم رح نحكي عن هي الظاهرة، رح نحكي عن الدوافع، عن الأسباب، رح نحكي كيف نحن قادرين نتعامل مع هذا الطفل العنيد، وهيك خلينا نخفف من هي العنادية ونروح للطرق الإيجابية. وضيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية يارا أحمد. يسعد صباحك. صباح يارا، أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. طبعا مثل ما بنعرف العناد مرحلة طبيعية كل طفل ضروري أنه يمر فيها، لكن اليوم خلينا نحكي هل ممكن أنه العناد ممكن أنه يمر، ممكن أن يكون وراثي؟ تمام. هلا نحن بنخلق بمشاعر كامله، لكن العناد والشيء المكتسب، هلا العناد شيء مكتسب فهو ما له شيء وراثي، لكن الطفل بياخذه مهاره التقليد، لهيك نحن احيانا بصير في اختلاط بهذا الموضوع، لانه نحن معظم سلوكياتنا بناخذها من البيئه المحيطه، من بيئه الاهل، من بيئه المجتمع اللي حوالينا، لانه الطفل بيخلق عنده مهاره التقليد، فالطفل بياخذ سلوكياته من البيئه اللي حواليه. فالاشياء الوراثيه هي الاشياء اللي ممكن ياخذها بتنتقل بالجينات. هلا كثير اهالي بيسالوني ابو عنيد فهو ابني عنيد طالع لابوه لانه هو مورث وهذا الشيء، لا هو ما له مورثه، لكن نحن احيانا في اطفال عم يشوفوا سلوكيات الاهل، عم يشوفوا شو عم يقوموا الابهات والامهات من سلوكيات، مو بس العناد، العصبية، التلفظ بألفاظ معينة، سمات معينة، فنحن بنشوف الطفل عم يشوف الأهل عم يقوموا بهذا الشيء، فالطفل بيصير بيقلد هدول الحركات، إن كانت حركات جسمانية وإن كانت لفظية وإلى آخره. هلا أنتم بتشوفوا الطفل ببلش خلينا نقول ببلش بعمر السنة وما فوق، طبعا لعمر السنة ونص ببلش تتطور عنده مهارة التقليد، ببلش يقلد مقاطع صوتية، ببلش يقلد الحركات الجسمانية، بتشوفي عم تغني غنية بصير ابنك يرددها وراكي، بتشوفي احيانا بتعملي حركات معينة نفس الحركات اللي انت بتقومي فيها، وخصوصا الام بصير الطفل انه هو يقلدها، لانه هي الطفل عم تتطور عنده مهارة التقليد. فنحن الطفل هدول العادات او خلينا نقول الصفات المكتسبة بتثبت الطفل عن طريق الاهل، فهو ما له شيء وراثي، هو شيء مكتسب عن طريق البيئة المحيطة بالاهل. طيب اذا بدنا نروح هيك للبيت والواقع، نحن بنشوف دائما انه في اب وام في مشاكل بيناتهم مشان عناد الاطفال، ودائما بصير تبادل اتهامات انه انت اللي عودتي، لا انت اللي دللتهم، فممكن تصير مشاكل. هل ممكن يوم تاثير العناد على الابوين يودي للانفصال؟ كثير في اوقات، في حالات، شوفي هلا في حالات، لانه عدم تفاهم الابوين بتربيه الطفل. هلا انت بتشوفي احيانا نحن وقت بدنا نبلش نربي طفل، نحن لازم نكون نحن متفقين على اساسيات، يعني لازم طريقه نقاش الابوين مع بعض، طريقه الحل الخلافات الطفل لازم هن يتناقشوا فيها بطريقه صحيحه لحتى يقدروا يعالجوا هذا الموضوع. بتشوفي دائما الرجل بشكل عام، طبعا انا عم بحكي مع حاله عامه، بس معظم الحالات اللي عم شوفها او يلي عم تجيني، خلينا نقول بتشوفي انت دائما الحمل الاكبر على الام هي اللي عم تقوم بتربيه الطفل، فدائما عم تتحمل الام ضغوط تربيه الطفل ومسؤوليه، ان كان شغل، ان كان تربيه الطفل، ان كان مهام البيتيه الى اخره، فبتلاقي دائما الرجل هو عم يرخي بالاعباء الاخرى بتربيه الطفل على او اي اخطاء سلوكيه عم يقوم فيها الطفل على الام. فهون نحن لازم يصير تفاهم بهذا الموضوع. كثير حالات، مو بس خلينا نركز على مشكله العناد بصراحه، بتلاقوا في كمان مشاكل مثل حتى الاطفال اللي عندهم مشاكل، ان كان اضطراب طيف توحد، ان كان المشاكل اللي عنده صعوبات تعلم الى اخره، دائما عم يقع اللوم على الام بهذا الموضوع، لكن احيانا في اباء ما عم تتقبل المشكله انه اصلا ابنهم عندهم مشكله، يعني مش ان كانت مشكله العناد، ان كانت مشكله العصبيه، ان كان التلفظ بالفاظ معينه، دائما عم يلغوا مسؤوليتهم، عم يلغوا المسؤوليه على الام، فكان اذا ما في تفاهم بامور التربيه، اذا ما كانوا الطرفين عم يتناقشوا وعم يتعاونوا لتربيه الطفل، يعني هو الطفل كثير من تربيته كثير مسؤوليه على العاتق الطرفين، فلازم في طرف انه الطرفين يتناقشوا كيف طريقه العقاب الصحيحه، كيف طريقه التربيه الصحيحه لحتى يوصلوا للامور الصحيحه بالتربيه. تستغل المواقف، يعني بتعرف من اين كتير
شفت كثير يعني. هذا الموضوع تبع انه اذا كانت مثلا بابا معصب مني فبيروح لعند امه او العكس صحيح يعني كثير بتصير فهن بشوفوا لعند الشخص الثاني مشان انه هو يشكي له على الطرف الاخر فكثير عم يصير مشاكل بهذا الموضوع لهيك الاهل لازم يكونوا كثير واعيين ويتشاركوا ويتناقشوا بامور تربيه الطفل الصحيحه مشان ما يصير اختلاف بيناتهم لانه دائما عم يصير مشاكل على انه انت ربيتي هو طالع لإلك طالع لأهلك يعني انتوا اكيد سمع علينا طالع لأهلك طالع لأهلك يعني. تمام فهون بصير انه بس هن بدهم يبعدوا المسؤولية عنهم اذا بترجع الى السبب الرئيسي هو ابعاد المسؤولية عن الشخص هو ما بده يعترف بحاله انه هو مخطئ باساليب من اساليب التربيه فبنلاقي هذا الشخص انه لا انت اخطات انت عملت انت ساويت فبتصير في خلاف بهذا الموضوع واذا تطورت الامور مع خلافات ثانيه يعني طبعا هذا الموضوع احد الجذور اللي بتساعد المشاكل الاساسيه فاذا اختلطت مع امور ثانيه من عدم تفاهم الطرفين بشكل مو بس بامور التربيه بالحياه الزوجيه والى اخره ممكن تتطور المراحل الى الانفصال للاسف يعني بمجتمعنا دائما بيوقع اللوم على الام بكل شيء بيعمله الطفل سواء بفشله الدراسي او باي تصرف بيقوم فيه الطفل لكن اليوم خوف الام هي حاله طبيعيه انه الام انها تخاف على ابنها بشكل زايد هذا الشيء ممكن يسبب للطفل مشاكل نفسيه وسلوكيه ممكن توصل له كمان لمرحله العناد تمام هلا شوفي هلا اول شيء ليش تواجد الطفل او ليش اللي بيوقع الخطا او بيقولوا الخطا على الام لانه تواجد الطفل الاكبر هو مع الام فهو بياخذ معظم السلوكيات من الام بشكل دقيق خلينا نقول طيب هلا هو اجابه على سؤالك انه احيانا الام من كثر خوفها الزائد او من كثر خوفها اللي عم دائما حاصرته للطفل بمجتمع ضيق خصوصا خلال الازمه اللي صارت خلال هلا الشغلات اللي عم نسمعها من خطف اطفال دائما عم تحصره بدائره ضيقه فبتلاقي دائما الام انه ممنوع تختلط مع فلان ممنوع تطلع ممنوع تفوت ممنوع بالساعه الفلانيه بدك ترجع على البيت هي عم تحاطه لكن الزياده عن حده ما عم تخلي الطفل انه هو يتعامل مع اطفال اخرين صحيح. هلا نحن من وين بنتعلم تجاربنا نحن بنتعلم تجاربنا من خلال احتكاكنا مع المجتمع من خلال احتكاكنا مع البيئه المحيطه فاذا الطفل ما تعلم من تجاربه عن طريق مثلا كيف بده يحل مشاكله كيف بده الطفل يتعامل مع كيف بده يكتسب يعني احيانا الطفل بيكتسب كمان سلوكيات صحيحه من الاشخاص الاخرين مو بس سلبيه فاذا الطفل ما اندمج بالمجتمع الاخر وما قدر يعتمد على حاله خلينا نبلش من العنايه الذاتيه وانت طالعه يعني كيف مثلا هو يعتمد على حاله بالمواقف الاجتماعيه بالتعامل مع الاخرين بالتفاعل الاجتماعي الطفل اجباري حيصير عنده مشاكل نفسيه وهذا الشيء حيأثر على حياته فمن اهم الامور لازم تنتبه للام انه هي تضل محاوطه الطفل بس مو الطفل يصير اتكالي عليها يعني تحاول انه مثلا تحت نظره الطفل يقدر انه هو يعالج مشاكله يقدر انه مثلا يعني مو غلط انه هو يندمج مع المجتمع الاخر بس دائما ضمن منظور الام لكن الام لازم تتركه يعتمد على حاله لانه هذا الشيء ممكن يسبب قله ثقه للطفل بنفسه ممكن يسبب للطفل انه خجل ممكن يسبب للطفل مشاكل نفسيه كثير عديده يعني وقبل ما نروح احنا للمشاكل النفسيه دائما الام يعني عاطفتها دائما بتغلب أكيد عليها أكيد. واكيد اليوم الطفل العنيد الموجود بالبيت عم يكون في تعامل خاص معه او محاولات لتخفيف هذا العناد ولكن ببعض الاوقات يعني بتحسي انه انت وصلتي لمرحله ما عاد قادره يعني صرتي تقولي ايه عليك كل شيء يعني بدك تخلصي من نقه من صوته الى اخره ايمت اليوم هذا الطفل بيكون عن جد بحاجه لاخصائي والام مفروض انه يعني تسلم بهي الحياه وتواجه انه انا اليوم بحاجه لاخصائي تمام هلا شوفي معظم الامهات اول شغله انه معظم الامهات مشان يخلصوا من نق ابنهم بصيروا انه خلص رح اعطيك الشيء اللي بدك اياه نق على شغله معينه بشغله معينه بصيروا انه هن بس بدهم يخلصوا فانا امتى الام بتحتاج لاخصائي وامتى الام بحاجه انه عن جد انه هي تستشير اخصائي بهذا الموضوع وقت هي المشكله ان كانت مو بس مشكله العناد ان كانت اي مشكله موجوده هي عم تعيق الطفل عن اكمال حياته ان كانت مسيرته الاجتماعيه ان كانت مسيرته التعليميه والى اخره اي مشكله هي بتخلي الطفل مثلا خلينا نقول مشكله العناد انت مثلا عم تتعاملي مع طفل تمام فهذا الطفل انت يعني عم يسبب لك مشاكل ان كان مشاكل بحياتك ان كان مشاكل هو مع اصدقائه مع احراجات معينه وقت انت بتوصلي لمرحله انه عم تعيق هذا الموضوع بمسيرته الحياتيه فهذا الموضوع احنا لازم يصير هون تدخل اخصائي فهلا بحالات عنيده نحن كلياتنا ممكن نحن نوصل يعني العناد بيضل مستمر مع الانسان بطول حياته يعني مو رح اقول لك انه بيخلص ما بيخلص يعني فبس طبعا بيختلف مرحله الى اخرى بس انا قصدي انه
الام لازم تحط ببالها شغله انه ابنها بده يعني بدها تعرف تتعامل بطريقه صحيحه مع عناد ابنها، لازم تعرف تتعامل بطريقه صحيحه مع شو الشغلات اللي هو طب انه شو مسبب المشكله لابني، شو ما مسبب المشكله بانه مثلا العناد كيف ظهر، كيف معرفه الاسباب، كيف مثلا هذا الشيء ظهر لعند ابني لحتى تقدر تتعامل بطريقه صحيحه مع مشكله العناد المتواجده عند تمام ابنها. لكن في اهالي او امهات بيقولوا انه بس عند على الشغله ضربته مره تنتين انه خلص ما بقى عند عليها، في اهالي كمان بيقولوا انه بنعطيه اللي بده اياه خلص انه منشان نسكته ونخلص منه، لكن شو هو الحل الصحيح وايمت الام لازم بتحس انه هذا الطفل فعلا بيحتاج لاخصائي؟ تمام، الضرب ما هو اول شيء حل، يعني هذا نحن ابعد شيء نحن بنبعد عنه اسلوب الضرب، لانه الضرب ما هو يعني بالتعامل البشري او بالتعامل الصحيح الضرب ما هو اسلوب، فنحن بدنا نلجا لاساليب ثانيه، يعني برجع بقول لك هلا طريقه معرفه الاسباب اللي هو الطفل مؤدي لهذا المشكله الظاهره عنده هي اللي بتساعدك بنصف العلاج، يعني انا مش ان كانت مشكله عناد ان كانت مشكله هلا مثلا مو بس في مشاكل سلوكيه اخرى مثل مثلا قدم الاظافر كثير بتشوفوا مص الاصبع، كثير بتشوفوا مشاكل سلوكيه ناتجه عند الطفل، بس نحن معرفتنا السبب الحقيقي وراء هي المشكله هي اللي بتساعدك بمرحله العلاج، فانت احيانا في كثير طرق لحتى تعالجي مشكله حتى اذا مثلا طفلك عند على شيء معين. بدك تتعاملي مع مثلا اول شيء ابتعاد عن الالفاظ انه مثلا انت عنيد انت عنيد، لازم تثبت المفاهيم الايجابيه، دائما تكوني فخوره بطفلك، يعني انا فخوره فيك لانك مثلا ساعدت رفيقك، انا فخوره فيك انه انت سمعت كلمتي، مثلا نتجه للالفاظ الايجابيه ما نركز على الالفاظ السلبيه، لان الالفاظ السلبيه هي بتخلي الطفل يتقمص الشخصيه اللي نحن عم نقول له اياها. فاحيانا نحن الطريقه نحن يعني هلا معظم الاطفال كل الاطفال لنا بيمروا بمرحله عناد، لكن المشكله نحن بطريقه تعاملنا مع هي المشكله، فانت وقت اللي بتظهر عندك هي المشكله لازم انت تعرفي تماما كيف تتعاملي معها، ان كان ام او اب او بيئه محيطه او حتى المعلم، يعني انت بتشوفوا كثير معلمين مثلا عم تظهر عندهم اطفال كثير مثلا ما كتبت الوظيفه ما بدي، فحتى هني عم يتعاملوا بطريقه خاطئه مع الطفل. هل اليوم هي القصه كمان سبب العناد؟ يعني نوهتي على نقطه كثير مهمه وهي خلينا نقول معاناه عند الاهالي انه اليوم العناد حتى بالموضوع الدراسي، يعني لانه بالموضوع الدراسي تحديدا خلينا نقول بهذا الموضوع ما عم يصير في اساليب ترغيب للطفل، يعني شوفي هلا نحن متعودين الطريقه التقليديه للتعليم تبع الورقه والقلم وحفاظ ومسك وبدي اسمع لك، لكن في طرق هلا كثير وخصوصا حسيه للطفل لحتى يتمتع بعمليه التعليم، هذا الشيء ما هو كثير حكر على اي ام، يعني اي ام فيها تبحث على اليوتيوب، فيها تسال اخصائيين بهذا المجال لحتى تشوف في اساليب معينه لحتى ترغب الطفل بالعمليه الدراسيه، ان كان جدول الضرب، ان كان مثلا عمليه يعني مثلا شوفوا خلينا نعطي مثال مثلا عمليه القراءه، كلنا متعودين انه يقرا الدرس والى اخره، بس هلا في طرائق تعليميه مثل البزر بيجي فيه تركيب كلمات مع بعض مشان عمليه القراءه، البطاقات، في مثلا اساليب تحفيزيه للطفل لحتى هو يحب عمليه التعليم، فالطفل هلا كل شخص من هدول الاشخاص او كل طفل من الاطفال هو بيكون مثلا بيشوف الدراسه عبء، لكن انت وقت بتعطيه وسائل تحفيزيه او بتعطيه مكافآت وبتخلي له العمليه التعليميه خصوصا بفتره مبكره من العمر، انا ما عم اقول لك يعني بعمر مرحله التاسيس مرحله التمثيل وخصوصا الاعمار الصغيره بالروضات المبكره، فانه اذا كان في شيء تحفيزي، اذا كان في اسلوب تعليمي مثلا، خلينا نقول مثلا في كثير انشطه مثلا حركيه تعلم الطفل على انه مثلا يحب يلعب، هلا شوفوا مثلا نحن كتابه الحرف، نحن كلنا بنعرف انه بنمسك القلم بنقعد بنكتب، لكن هل مثلا نحن لو استخدمنا مثلا الكتابه بالرمل قديش الطفل بيحبوا يلعبوا بالتراب مثلا، فكثير بيحب مثلا كتابه الحرف، اللعب بالمعجون، مثلا كتابه الحرف مثلا بالتلوين مثلا باصابيعه مثلا بالالوان، الطفل حيحب العمليه التعليميه، فالعمليه التعليميه وقت اللي بصير فيه ترغيب فحيصير الطفل انه هو ما يموت قولي عني، بصير بيحب العمليه التعليميه بشكل اكثر. يمكن احيانا ظروف الحياه او احيانا الام ما عندها يمكن هذا الوقت الكافي، في امهات بيكونوا موظفات، يعني انه هاي هون هالتعامل اللي عم تحكي تماما، حتى احيانا في بعض الاطفال بلبسهم باكلهم بشربهم بعنده، يعني هي فعلا معاناه حقيقيه انه انا لا بدي البس هاي، حتى مثلا اذا برد انا ما بدي البس جاكيت، لا بدي اشوفها، يعني هون كمان التعامل صعب، يعني كيف بدك تتعاملي معه؟ هلا نحن عم نحكي هلا بصراحه نحن وقت اللي بنحكي دائما بنحكي عن بيئه صحيحه لتربيه الطفل، لكن في ظروف حياتيه واقتصاديه والى اخره واجتماعيه بتفرض عليكي احيانا انه انت
ما تقدري تتصرفي بطريقه صحيحه، مثل ام الامراه العامله اللي هي عم ترجع بيتها بثلاثه اربع يعني بالاربع خمسه لتلحق تطبخ، لتلحق بدها تشوف ابنها بدها تدرسه، فهي بتكون على قدر يعني بتكون تعبانه ما ضل طاقه عن جد. انا يعني احيانا ما بلومهم، بس لكن نحن احيانا بطريقه تنظيم وقتنا يعني مثلا ترتاح شوي او تكون طابخه قبل بيوم او طريقه تنظيم صحيحه للوقت هي بتقدر تساعدك بهذا الموضوع. يعني مثلا انت مثلا بعد ما ترتاحي شوي مثلا انت ممكن تتفرغي لابنك. هذا الشيء انا لك هلا انا بشوف معظم الامهات وقت اللي بيكون الطفل بعمر صغير انا دائما بعطي الاولويه انه ننصح انه نحن نعطي الاولويه للابناء بهي المرحله، لانه الابناء بخصوصا العمر من وقت الولاده لعمر الخمس سنين بيكونوا كثير بحاجتنا وبحاجه توجيه منا، فكثير نحن بننصح تواجد الام بالوقت الكبير مع الابناء. بس بنفس الوقت انت كثير بتشوفي انه امهات عم يقضوا على الموبايلات وحكي بدل نحن ما يعطوا اوقات لاطفالهم، فهذا الشيء بحد ذاته كارثه. فنحن وقت اللي بنعطي الاولويه لاباء او اطفالنا وقت اللي بنبحث عن طرق تعليميه لحتى نحن نتعامل مع اطفالنا بطريقه صحيحه كثير بنحل مشاكل، لكن هي المشاكل عم تحكي عنها كثير عم تجيني، يعني دائما استشارات بهذا الموضوع، انا انفعاليه، انا عصبيه، عم اعصب على ابني، عم اضربه، ما عم بقدر اتحمل، مع انه الطفل عم يقوم بسلوكيات طبيعيه، يعني الطفل من حقه يلعب، من حقه يكتشف. هي ضغوطات نفسيه اليوم بجوز على الاهالي كمان عم يكون تفريغ بالاطفال. بس المشكله هي المجتمع بشكل كامل عم يعيشوا هذا الموضوع. مضغوط فما عم يصير في تفريغ للطاقه السلبيه اللي عم يعيشوها. فالتفريغ عم يطلع للاسف بهذا الموضوع طبعا عم يطلع بالانسان او الطفل اللي هو ما له ذنب وهو عم يكون نحن عم نفرغ طاقتنا فيه بس هو ما عم يعطينا رد فعل فعم نفرغ كل الشحنات السلبيه وهي بحد ذاتها كارثه. اسالك هيك بسؤال سريع ما بين الترهيب والترغيب والعقاب اليوم شو يعني بموضوع العناد شو تاثيره على العناد؟ هلا شوفي هلا انت وقت اللي هلا نحن وقت اللي بدنا نعمل سلوكيات ايجابيه مثلا او نحن بنكسب الطفل سلوكيات ايجابيه دائما الطفل مثلا العقاب هلا في نحن اساليب معينه من اساليب تعديل السلوك نحن ممكن نلجا الى العقاب بفترات معينه، لكن الطفل بيشتغل بالاساليب التحفيزيه، هلا مثل مثلا خلينا نقول شجره النجوم، يعني مثلا الطفل اذا عمل انت كل ما سمع كلمتك عفوا ممكن هو يقول مثلا تحطي له نجمه، انت كل ما اخذت نجوم اكثر انا حجيب لك بنهايه الاسبوع هديه او بنهايه اليوم هديه، فانت شوف الطفل بصير بيعد نجوم، احنا كثير استخدمنا طرائق ايجابيه بعمليه التربيه، فهذا الشيء عم يعطينا كثير نتائج ايجابيه، فما دائما نحن ناخذ اسلوب العقاب لانه العقاب صراحه مو كل الوقت عم يكون نافع، وقت اللي بتعطي اساليب تحفيزيه للطفل لكن في بعض الاحيان بيتعود يعني ما بقى يعمل شيء او يساوي اي شيء منيح انه انا لا ادرس لا اسوي لا يعتمد على اسلوب المكافاه على اسلوب المكافاه كمان هي صارت قصه ماديه يعني نحكي بصراحه بالواقع ان اليوم الاطفال تعودوا على الجائزه الماديه او نحن بالمعززات في شغله بالمعززات احنا دائما معتمدين لانه الغلط بيكون منا على الاعتماد على المعززات الماديه في عندك كثير انواع من انواع المعززات مثل المعززات مثلا خلينا نقول المعززات المعنويه مثل مثلا الملصقات استيكرات الشغلات المعينه او حتى مثلا الكلمات الحلوه او انت شاطر انت شجاع الى اخره انت بتكوني معودتي من الاخر هلا عم بقول لك نحن احيانا خصوصا الامراه العامله عم ترجع لاساليب حتى هي يعني عم تنضغط فهي عم ترجع لاساليب سهله اشتري راحتك ما هو هوك المشكله اكيد اليوم هي الظاهره عن جد يعني هي بدها متابعه وهي مثل ما قلنا هي ظاهره عدوانيه ممكن اذا ما تعالجت بالوقت المناسب تكبر تعمل ازمه طبعا يعني تصيري بتروحي لمرحله انه انت ما عاد بقى حدا يتقبل هذا الطفل بالنهايه يعني كثير عم تصير حالات هيك انه انا ما عاد فيني اما اخذ ابني معي لانه ما حدا عم يتقبله لانه ابنها ما بيكن وابنها ما بيعرف هيك عم نشوفها للاب ان شاء الله هيك تكون هي النصائح الحكيتيها اليوم توصل لكل الامهات بشكل اصح ان شاء الله يا رب شكرا ان شاء الله حضورك ست يارا لليوم شكرا لك وللمعلومات اللي قدمتيها شكرا كثير لكم شكرا